كما تنقول واحد الحاجه بعدا كنشكر المنبر الاعلامي على القدوم ديالو لتغطيه هذا الحدث. هذا الحدث اللي اليوم ولينا كنعيشوه تقريبا فتنا مده سنه وحنا كنعانيو مع هاد الناس ديال وزاره الصحه، لا من مسؤولين اداريين سواء على المستوى المحلي سواء على المستوى الاقليمي ايضا على المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني. دابا اللي كتعم وزاره الصحه بهذا الشيء كنشوفوا بانه منذ الولوج ديالي الى المستشفى بتاريخ 27 اكتوبر 27 غشت 2018 وكنشوفوا هذا المدير ديال المستشفى اللي كيتواطأ مره اخرى باش ما يخليش الاطفال يولجوا للعلاجات ديالهم باش انه يعسر عليه الخدمات. وهذا الشيء من الاول هو هذه المضايقات كنت كنتعرض لها منذ البدايه، وما هذه التصرفات الا وجهي كتوطد. واليوم تنشوفوا بان هناك اناس اللي صوروا داروا صوت وصوره ديال هذا المدير بالتحام مع المندوب ونزلوا داك الشيء عن طريق الصفحات الفيسبوكيه، نزلوا هاد الفيديوهات. واش هاد المسؤولين مازال ما كيتاخذش في حقهم قرار؟ انا حاجه من الاشياء اللي كنضحك بها صراحه، كتضحك ماشي كتضحك ولكن كتنزل الدموع. علاش كتنزل الدموع؟ علاش؟ لان البارح كنجي وكنلقاو بان نفس السيناريو كيوقع، لو البارح للبارح والبارح كتلقى بان هناك واحد الشطط في استعمال السلطه من طرف المدير اللي كيجي كيتهكم على ممرض اللي هو خدام تما وكيتعنت وكيتعدى عليه. كيتعدى عليه علاش؟ بصفه انه ما حضرش، مع العلم ان هذاك الممرض حاضر طيله النهار بالمداومه ديالو من 8 الصباح حتى 6 العشيه. من بعد ذلك كيجيو كيحبسوا المرضى، ما يخليوش المرضى انهم يستافدوا من العلاجات ديالهم ويستافدوا من العمليات الجراحيه ديالهم. خاص الدكتور الشافعي يجي للسبيطار ما يخدمش، هادشي اللي كاين، يبقى جالس. حنا الصيف على كل شيء، واخا نتايا في اطار عمل ديالك ما خاصكش تدخل تخدم. اذا من الاشياء اللي ارتأتها هاد المندوبيه وهو ابلاغي البارحه بواحد المراسله استدعاء للحضور لواحد اللجنه باش يتقصاو شي حقائق. واليوم مع الصباح هادشي كانت مع 3 العشيه، واليوم مع الصباح كيجيوني بامر انتقال، يعني ما كاين لا لجنه لا استدعاء للجنه التحقيق لا حتى حاجه. كنشوفوا بان كان هناك واحد القرار ديال الانتقال اللي جا من طرف الوزاره واللي هو قرار تعسفي في الحق ديالي. هنا تنقولها وتنعاود نقولها، هذا ماشي طريقه التعامل مع موظفين الصحه، هذه ماشي طريقه ديال التعامل مع الاطر الصحيه، مع الاطر التمريضيه، ماشي طريقه. اليوم كنشوفوا الشطط في استعمال السلطه، وهذا الشطط في استعمال السلطه حنا كيبين لينا على السياسه ايضا المنهجيه اللي كتنهجها الاداره الوزاره، اداره المستشفيات، وايضا استراتيجيات وسياسات التطبيق اللي كتنهجها هذه الوزاره. هذه الوزاره انا استسمح تنقولها وماشي ما تنقولهاش، هناك عدة أخطاء إدارية، هناك عدة أخطاء تطبيقية، وما خاصش يكون هذا التطبيق، ما خاصوش يكون بحال هكذا، ما خاصش يكون هذا التعامل. حنا تنشوفوا ولينا غرباء وسط الوطن ديالنا، ما خليتونا ما يتقال المسؤولين. انا كنهضر اليوم كنحمل المسؤوليه التامه لوزير الصحه، اللي ما استطاع يدير حتى قرار صائب. الى ما قدش يدير قرار صائب خصو يتسنط على من ادنى الاشياء انه يلتزم بالحياد، ولم يلتزم حياد، ما التزم حتى حياد، تسنط غير المسؤولين ديالو من الاول هما كيفبركوا في الملفات، فبركة ملفات منذ البداية، لا من طرف المدير، من طرف المندوب الإقليمي، من طرف المدير الجهوي، كاملين كيفبركوا في الملفات. واليوم كنشوفوا بأن الوزير حتى هو تواطأ معاهم، وأنا كنحملوا المسؤولية الكاملة،